نعرف بهؤلاء من هم الإباضية. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإباضية سموا بهذا الاسم نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي الذي كان موجودا في آخر عهد الدولة الأموية، يعني يقدر أنه توفي في وقت الخليفة مروان المعروف بالحمار، من آخر خلفاء بني أمية. عبد الله بن إباض وإن انتسبت إليه الإباضية إلا أننا لا نجدهم يحفلون به، ولا يذكرون شيئا عن سبب عدم احتفالهم به، لكن يبدو أن هناك شيئا سريا يدور بينهم في عدم رضاهم عنه. قد يكون والله تعالى أعلم أن عدم رضاهم عن عبد الله بن إباض أنه بسبب أنه رجع عن خارجيته، حكى ذلك بعض أهل السنة، وأظن ممن حكاه ابن حزم في كتاب الفصل، ونحن لا يهمنا هذا. المهم يعني أنها سميت باسمه انتسابا له. نعم، هو انتسابا، لكن الرموز التي يعنى بها الإباضية غير عبد الله بن إباض. ما وجدناهم يحفلون بأقواله ولا بمعتقداته ولا يثنون عليه، لا ذكرتنا، يعني مهمش متروك، يعني تسموا باسمه لكنهم أخذوا من كل، يعني هم نسبوا إليه لكن بقيت هذه النسبة ملازمة لهم. نشبه ذلك بأبي الحسن الأشعري رحمه الله. فأبو الحسن في القرن الثالث الهجري، أي أبو الحسن الأشعري ينتسب إليه الأشاعرة الآن، لكن هو رجع عن هذا المعتقد. الفرق بين الفرق. نعم، وبقيت النسبة متزامنة مع هذا المعتقد. طيب، نشأت هذه الفرقة الخارجية، طبعا هي نشأتها بنشأة الخوارج. نعرف أن المسلمين في الصدر الأول بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه حصل ما حصل من الافتراق بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وهذا الافتراق أدى إلى ملحمة صفين وما كان في وقتها كالجمل والنهروان وهالمجر. وقعت صفين صار فيها حادثة التحكيم. حادثة التحكيم بسببها انقسم الناس إلى ثلاث فرق. أهل السنة وهم السواد الأعظم الذين كانوا سواء مع معاوية أو مع علي رضي الله تعالى عنهما. الخوارج الذين طلبوا من علي عدم الانصياع لمسألة التحكيم، وطلبوا منه أن يرفض هذا التحكيم فلم يقبل منهم، خرجوا عليه، فصلوا عنه. تمام. خرجوا عليه وكفروه لهذا السبب. تمام. بحجة أنه قبل أن يحكم آراء الرجال ولا حكم إلا لله. الشيعة وهم الذين غلوا في علي رضي الله تعالى عنه، بقوا معه ولكن غلوا فيه، ووضح لنا خاصة في هذه الأعصار الحديثة أن المسألة عبارة عن تنظيم من البداية، وأن هناك دسائس من عبد الله بن سبأ ومن معه، فلهذا السبب بقوا مع علي رضي الله عنه وأخذوا ينفخون في الكير. لكن سواد أهل السنة الذي قلت إنه هو الأعظم كان موجودا سواء في جيش علي أو في جيش معاوية رضي الله تعالى عنهما. فهذا الانقسام الثلاثي من يعني افترقت الخوارج. بعد ذلك الخوارج انقسموا إلى فرق، كعادة دائما أي طائفة تنفصل عن جسد الأمة. أسباب الانقسام نجد أنها تدور بينهم أيضا فينقسمون، هكذا كل الفرق المبتدعة. فالخوارج انقسموا إلى فرق: الأزارقة، الإباضية، الصفرية، الصفرية وهكذا، يعني فممن انفصل الإباضية في ذلك الوقت الإباضية بسبب أن عبد الله بن إباض كان يخالف بقية الفرق الخوارج في بعض المسائل، ومن جملتها مسألة المواجهة مع الحكومات والاقتتال، ويرى أن هذا يذهب هذه الطائفة ويقضي ده الفرق عليها. بينهم وبين الفرق الخوارج الأخرى، نعم، ليسوا هم فقط، هناك أيضا بعض الفرق الأخرى، يبدو أن الصفرية قريبين قريبون إلى الإباضية، ولكن أشهر من تميز بهذا هم الإباضية ويسمون القاعدة لأنهم قعدوا عن القتال.
هذه رؤيتهم، بينما مثل نجد أن الأزارقة يرون القتال والمصادمة وهلم جرا. نعم. وفي الثعالبة بقى، الثعالبية برضو، الثعالبية كثيرهم كثير. طيب، انفصال القاعدة بمعنى أن هناك من بعد ذلك من نتيجة هذه الضغوط، وخاصة بعد قتل الإمام أبي بلال مرداس بن حدير كما سنقف عليه بصورة يعني سيئة، قتله مصلي ساجد مع أصحابه بعد أخذ اتفق هو ومن يقاتلونه على الصلاة وإقامة الصلاة، فجاءوهم وقتلوهم راكعين ساجدين، حاطوا بهم وقتلوهم. هذه عملت هزة بعد ذلك في جسم المحكمة، نتعرف بعد ذلك إن شاء الله أكثر، هزة في المحكمة، فانفصل من المحكمة، انفصل الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، الصفرية أتباع عبد الله بن الصفار، النجدات أتباع نجد بن عامر الحنفي، ثلاث فرق هي التي عرفت فيما بعد بفرق ماذا؟ الخوارج الغلاة، وبالأخص الأزارقة. يبقى بعد ذلك القاعدة والجسم الذي بقي سليما، ونوقف كيف كانوا تعاطوا حتى مع الولاة بطريقة، حاولوا أن يوجدوا نوع من المحافظة على ما يسمى بالسلم الاجتماعي رغم ظلم الولاة وقهرهم، إلى أن تقوم بعد ذلك الثورات التي قام بها بعد ذلك إيش الإباضية، آخر عهد بني أمية. المهم أيها الإخوة، هنا مع فترة ضغط الولاة وقعت بعض الثورات البسيطة. ثورة عبد الله بن أبي الحميساء ومعاوية بن جوين وحيان بن ظبيان والمستورد بن علقمة وغيرهم، وهذه الثورة في أيام المغيرة بن شعبة، أرسل إليها جيشا من القرشيين، خاصة من القرشيين، قائده من القرشيين، فقضوا على هذه الثورة. بعد ذلك مرة ثانية ينهض معاذ بن جوين الطائي بماذا؟ بثورة أخرى، وخالد بن عباد السلوسي أيضا ينهض مثلا بحركة ثورية أخرى، وزياد بن الحراش العقلي، وقريب الأزدي وزحاف الطائي. لكن هذه كانت عبارة عن حركات بسيطة مقارنة بموقعة النخيلة وموقعة ماذا؟ النهروان. وهذه كلها ماذا؟ لم تنجح، هي كانت ردة فعل لشدة الظلم والعسف الذي كان موجود لذاك، والذي ذكرناه لكم أيها الإخوة، أو ذكرنا بعض نماذجه وبعض صوره، وإن كان على وجه الإجمال، لأن ما أردنا من شاء من الإخوة أن يطالع يرجع، موجود في كتب التاريخ عند الإباضية وعند غيرهم كثير من الأخبار في هذا الموضوع. بعد هذه الفترة يتجلى دور الإمام أبي بلال مرداس بن حدير، أبو بلال مرداس بن حدير التميمي وأخو عروة بن حدير، طبعا بعضهم ينسبونه مرداس بن أدية، أدية أمه، ينسبونه إلى أمه. يصبح في بعد هذه الفترة من هذه الثورات التي تابعت، أبو بلال طبعا هو من الشخصيات التي نجت من النهروان ونجت أيضا من موقعة النخيلة، شارك، وبعد ذلك هو يصبح يتصدر المشهد ويصبح قياديا في حركة المحكمة، وهو الذي سيكون له الدور في اكتساب الإمام جابر ابن زيد، إذ أن الإمام جابر ابن زيد اكتسابه إلى القاعدة أو المحكمة بدور الإمام أبي بلال مرداس ابن حدير. أبو بلال طبعا كما ذكرنا لكم حضر، وكان من أنصار الإمام علي في صفين وغيرها من المواقع، ومن الشخصيات البارزة
وكان يتصف بالعلم والعبادة، وكان اشتهر بالعبادة مع أخي عروة ابن حدير. هذا الرجل بدأ قيادة المحكمة بالدعوة إلى الهدوء ومحاولة التواصل حتى مع الولاة، بحيث أنه يجنب جماعة المحكمة هذا القتل ماذا؟ الذريع.